صورك هاي سيد بدي جي سيد بسم الله سيد. السلام عليكم. احنا عندنا الحمد لله اليوم الجمعة ان شاء الله جمعة مبروكة. أيوة. وانا في رحلة ان شاء الله من الجزائر العاصمة الى وهران. أيوة. الى مدينة وهران. أيوة. لحضور الفتحة الكبرى. أيوة. للزاوية البلقادية ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بإذن الله تعالى. امين. وان شاء الله نتلقوا مع عدة شيوخ زوايا هناك. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. نتعرف على شيوخ جداد ان شاء الله. أيوة. زوايا هناك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله رحله سعيده. وتقدم الطريقه انت يعني الطريقه نتاعك انت ثم راك شيخ من ذاك راك ممثل الطريقه والو. انا ممثل كل الطرق. أيوة. ممثل الطريقه القادريه. أيوة. ممثل الطريقه القادريه الكلتيه. أيوة. ان شاء الله باذن الله نمثلهم ولكن مثلهم في افريقيا. أيوة. في النيجر وفي افريقيا الغربيه وخاصه في نيجيريا. أيوة. ان شاء الله وان شاء الله نتمنى بانه هذه الطرق يلقاوا ان شاء الله في المستقبل يكونوا هم القدوه الشعبيه ان شاء الله. ويلقوا دعم ان شاء الله من عند السلطات العليا. وان شاء الله راهم لاقين الدعم ان شاء الله. الدوله الجزائريه. أيوة. في هذا العام هذا راهي عطات لنا راهي قريب 1000 منحه دراسيه ما شاء الله في دول افريقيا ما شاء الله. عطاتها لهذه الطرق هم اللي قسموها. أيوة. على المواردين تحت ان شاء الله. يعني عطاتها القادريه عطاتها التيجانيه عطاتها القادريه الكلتيه. الله يبارك. كل هما اللي راهم كانوا يقسموا هذا المنح الدراسيه على المواردين تاعهم وابنائهم ان شاء الله. يا ابي اخويا ربي يكمل ان شاء الله. وان شاء الله كاين ملتقى. ايوه كاين ملتقى ان شاء الله للشيخ المغيري. أيوة. يوم 12 ديسمبر ان شاء الله. هذه اخر سنه هذه الشهر اخر سنه في الجزائر العاصمه ان شاء الله. وان شاء الله جاي وهذا الملتقى يكون فيه 1000 مشارك باذن الله تعالى كل انحاء العالم. كل انحاء العالم. الله يبارك. وخاصه كاين 80 شخص. أيه. من نيجيريا والنيجر فقط. الله يبارك. فيما يخص الطريقه القادريه واحفاد المغرب ما شاء الله في النيجر وفي نيجيريا والقادريه في النيجر وفي نيجيريا ما شاء الله. لانه القادريه اول من نشر الطريقة القادرية في دول غرب افريقيا هو الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيري. الله يولي برحمة الله. ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.